السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز بيع إشغال الأمانة؟ لا يجوز. لا يجوز بيع الدين، بارك الله فيكم. لما يحدث ولما فيه من الغرض، يعني ممكن تبيع إيصال الأمانة ويقينا ستبيع بثمن أقل من ثمنه، فدخلنا في الربا من ناحية. وقد لا يستطيع من بيع له إيصال الأمانة أن يسترد الأموال، فنقع في مسألة الغرر أيضا. السلام عليكم.